شفنا الانجاز العظيم اللي احنا حققناه 15 ميداليه في اسبانيا. الحقيقه يعني اللي اقدر اقوله ده يعني حاجه خارقه للعاده. اولا بالامكانيات ومصر انها مع 1702 لاعب بالظبط كده عددهم 119 دوله، مصر تحقق المركز الثاني بعد اليابان وتحتيها جميع دول العالم، اسبانيا على ارضها وايطاليا واذربيجان والدول اللي كلنا بنسمع اسمها في القارتين نقول ياه، وان مصر تيجي وضربهم بميداليات مش ممكن كانوا قريبين مننا، ده يعتبر انجاز ما اقدرش اقول انجاز غير مسبوق. تمام، حضرتك شايف دعم طبعا اكيد للالعاب الفرديه غير دعم للالعاب الجماعيه؟ والله احنا نتمنى ان الناس تبص لنا ان الناس دي بتجيب ميداليات وبتحقق انجازات، والدفعه دي تزقنا للاولمبياد، لان احنا بعد سنتين ونص عندنا اولمبياد 2020 في طوكيو تساعد ان الكاراتيه يدخل، دخل اوريدي ان مصر دخل لعيبه كتير في الاولمبياد، لان ديت ما بتجيش غير بتصفيات والدعم، فلازم الدوله تدينا الدعم ده. حد من الوزاره كلمته؟ الحقيقه ما حدش اتصل لغايه دلوقتي. مسافرين معاك في السيبالة او اي حاجه؟ زي ما انت موجود في السيبالة، انت بتسالني فين؟ انت تروح.